طيب زي ما قلنا هنشوف الاول ايه الاستاذ هاشم اتكلمنا عنه كتير قبل كده تمام بس دلوقتي زي ما هنخش ان ديبس شويه الكريبتوغرافيك هاش فانكشن تاني الداله الرياضيه بتاعتنا اللي بتعمل هاشنج ديت زي ام دي 5 خدناها قبل كده وزي شا عشان جبنا سيرتها في الكورس قبل كده في سكيورتي او في سي سي ان بيعملوا ايه؟ يقول لك بتدخل البلين تكست مسج تمام والليت بتاعها بيبقى اربيتراري بمعنى ان هو ما يمنيش بتاع 100 بايت خمس حروف 50,000 كتاب ولا تفرق معاه بيخشوا في الفانكشن ديت اللي هي معادله رياضيه جميله كده عبد الله يبقى يحكي لكم عليها تمام وبتطلع في الاخر حاجه اسمها فيكست لينث هاش فاليو يبقى مهما دخلت هنا يبقى 100 بايت ولا 100,000 ميجا بايت هيطلع فيكست فاليو ثابت في حاله مثلا ام دي 5 تبقى 128 بت تمام في حاله الشا 1 تبقى 160 بت في حاله الشا 2 عندنا كذا فاريشن 224 384 512 اذا whatever اختار الجوريزم الجوريزم هيطلع لك قيمه ثابته مهما كانت بنقول عليها one way function بمعنى ان استحاله تاخد ده وترجع منه ده فده مش تشفير زي اللي كنا عاملين نحكي عليه خالص الله ما هي اسمها كريبتوغرافيك فانكشن ليه يعني الكريبتوغرافي هنا اللي هو الطريقه اللي احنا بنعمل بيها هذا الموضوع مش معنى كده ان هو الاكشوالي التارجت بتاعها هو كونفيدنشاليتي او السريه او الانكريبشن مين عايزين نفرق بين الكريبتوغرافي وبين الانكريبشن فدي ما زالت تعتبر كريبتوغرافيك هاش فانكشن فطبعا منطقي يعني لو انا دخلت لك هنا 100,000 بايت هتطلع لي انت 128 بت يعني ازاي ارجع ده منه ده مش هعمل ايه انا يعني امال هي ايه؟ هي عامله حاجه هايفه جدا فاكرين السي ار سي بتاع اللي درسناه في سي سي ان اي السايكليك ريدندنسي تشيك كنا بنعمل عمليه رياضيه بسيطه وهايفه جدا اللي هي اسمها السي ار سي اللي هي عامله زي بلس وماينس يعني تمام عشان خاطر اتاكد ان الفريم وهي ماشيه ايام زمان في الايثرنت الشلل بتاعتنا دي كانت ممكن تبوظ او هي ماشيه جنب التكييف ممكن تبوظ فلما بتوصل بنعمل عليها مرضيه نتاكد انها سليمه هو ده كل فائده الهاش فانكشنز اللي موجوده قدامك هنا تمام انها تتاكد ان الداتا دي لما تسافر توصل سليمه وده ملوش علاقه بالسكيورتي اوكي يبقى الهاش فانكشن زي ما هي مستخدمه كده انك تدخل شويه داتا يطلع هاش ملوش علاقه بالسكيورتي اللي احنا عايزينها خالص لما ليه اصبر يبقى ادي الهاش فانكشنز وهي شغاله h of x ديت ده التكست اللي هو بيخش والهاش فانكشنز بتاعتنا ايا كان نوعها بيطلع لي الهاش فاليو اللي هو هنا اللي هو بنقول عليه سيجنتشر بنقول عليه هاش وبنقول عليه دايجست كل دول يعني نفس الشيء اللي طلع ده اسمه هاش اللي طلع ده اسمه سيجنتشر يعني توقيع اللي طلع اسمه دايجست يعني بعد ما حاجه اتهضمت وطلعت النتيجه بتاعتها طب هو اللي احنا بنشرحه ده كله على الاجهزه النت ورك على الفايلز اللي ممكن تكون على الاجهزه نفس الكلام بيسرق عليها كل الفانكشنز والكلام اللي احنا بنحكيه هنا دلوقتي بيسرق حاجتين الداتا يعني ان بار وهي ماشيه في اي سكه من سويتشات راوترات وبيبر ماشيه فاير وولز ماشيه او الداتا اتريست يعني ايه اتريست يعني هي مستريحه يعني هي موجوده زي ما انت بتقول ملف موجود على جهاز صح او ملف او داتا بتتبعت وتمشي كل اللي احنا بنقوله ينطبق على الاثنين مفيش اي فرق خالص يبقى الداتا وهي موجوده عندك جهاز ينفع اشفرها ينفع اعمل لها هاشنج وانتجريتي وسبيسيتي وكل الكلام اللي هنحكيه دلوقتي ونفس الكلام وهي ايه مثلا بنفس الفانكشنز الرياضيه بكل حاجه التطبيق في السوفت وير هو اللي هيتم صح يعني البرنامج اللي هيشفر ويعمل ويثنتيكيت وانتجريتي والكلام ده كله وانا ببعت داتا عن طريق في بي ان مثلا هيبقى البرنامج بتاع ليه او السوفت وير بتاع ليه بتاع في بي ان لكن وانت عندك على الجهاز لا تستخدم حاجه تانية زي بي جي بي مثلا تمام نتورك برايفسي يعني مشهور جدا بيعمل لك الكلام ده كله تمام لكن هي نفس في الاخر الحاجات هي واحده اوكي بس انا طبعا عشان احنا ناس بتوع سيسكو بتوع شبكات بنفوكس اكتر على ايه؟ على وانت ماشي هو ده اللي يهمني اكتر زي ما قلت الشابتر ده كله مقدمه عشان الشابتر الجاي بتاع الدي بي ان اللي هو بيتكلم على الداتا وهي ماشيه انا عايز اعمل طب 128 بايت ده لكل باكت كل قطع الداتا بتتبعت لو هتعمل لها هاشنج زي المثال اللي قدامك ده هنا هتعمل لها هاشنج وتقوم جاي لازق فيها 128 بت كل قطع الداتا هتتبعت لو هعمل لها هاشنج هلزق فيها 128 بت اوكي ده فايدته ايه زي السي ار زي بالظبط عشان اتاكد انها وصلت سليمه عشان اتاكد انها وصلت سليمه فاهم قصدي ازاي؟
بعيد الفكره انه بيقول لك هنا ادفع لاليكس 100 دولار دي الداتا اللي انا عايز ابعتها. الداتا ديت دخلت في معادله بهاشنج طلع الهاش بقى مسافرت بقت ادفع لجيرمي 1000 دولار طبعا الهاش اتغير تماما. فاذا الرساله دي مش هي الرساله اتغيرت في الطريق بس مفيش اي حاجه تثبت لك زي يعني ايه يعني بص كده انا تبقى فاهم ان زي الهاشنج ده ملوش علاقه بينا. ادي الرساله اللي بقول لك عليها اليكس حط لك جوه فيها اليكس اوكي اليكس وكام و100 دولار شو ده اللي هو بيقول. بعد ما اخلص زي ما كان محمود بيسال او جاي عامل ايه هنا في الاخر الزق ليه الهاش احط اتش كده تمام وقوم جاي باعتها. الرساله دي انساها في حد مسكها في النص اللي هو الهاكر بتاعنا او الحد اللي بيعمل اتاك وطبع عليها. هو بقى هيبعت رساله ثانيه خالص خليها بلون ثاني كده ادي الرساله بتاعته اللي هي بيقول لك فيها جيرمي اوكي وكام 1000 دولار جيرمي و1000 دولار. طب وبعدين هيعمل ايه؟ ولا حاجه هيقوم جاي عامل عليها هاش ويبعتها. لما توصل الناحيه الثانيه الهاشنج بيعمل ايه؟ بتاخد الداتا يعني الهاش ده عباره عن ايه؟ عشان تبقى فاهم الفكره الهاش ده جاب منين؟ خدت كل ده ودخلته في الخلاط اللي قلنا عليه دوت اتضرب طلع الهاش. طب هنا الراجل ده عمل ايه؟ ولا حاجه هو الهاكر عمل ايه؟ خد كل الكلام دوت اللي هو مختلف بس ضربه في الخلاط طلع له ده. اذا الهاش ده يا جماعه سليم والهاش ده برضه سليم بس انت اللي هيوصل لك ايه؟ هيوصل لك ده. طب انا استفدت ايه كده؟ جاي لي رساله بتقول ادفع لجيرمي 1000 دولار هدفع له. يبقى زي ما قلت لكم مفيش سكيورتي هنا ده مش سكيورتي. طب امال ايه الحل؟ هاشنج برضه بس باضافه. حته ان انت تاخد الداتا بتاعتك لوحدها وتعمل لها هاشنج وتبعتها انا كده ما استفدتش حاجه اضمن منين؟ تمام؟ الا لو عايز تستخدم الهاشنج ده كبديل لسي ار سي يعني عايز بس تضمن ان هي سليمه. زي ايه؟ تمام؟ نقدر نشوف بيه حاجه كده. زي مثلا لما تداونلود ملف من على الانترنت. تعمل ايه؟ بداونلود ملف موقع في موقع الداونلود اي داونلود اي ملف داونلود الملف عايز اتاكد ان الملف ده سليم ببصش وانا بداونلوده ببصش بسيطه خالص. بتعمل ايه؟ بتخش على نفس الموقع اللي انت داونلود منه الملف هتلاقيه لو هو موقع ظريف كده بيسال لك الملف اهو تدوس عليه لينك الداونلود وتحت يقول لك md5 هاش ومكتوبه كده a b c 5 7 3 مش الكود الغريب اللي انت ايه بالرموز والارقام والحاجات دي. داونلود حضرتك الملف بتنزل عندك تول بسيطه كده هايفه خالص اوكي بتعمل md5 هاش للملف ده. الملف ده جبته 20 ميجا ولا حاجه هتعمله هاش هيطلع منه كام؟ هم نفس ال 128 بت صح؟ البرنامج عندك عمل الهاشنج دوت برنامج ببلاش عمل هاشنج والموقع مكتوب فيه الهاشنج ها ده زي ده ولا لا؟ يبقى الفايل سليم ملك ملوش علاقه بالسكيورتي ولا ان الفايل ده اصلي. يعني ايه؟ يعني انا بداونلود الفايل ده مثلا جي ان اس 3 برنامج جي ان اس 3 بداونلوده بس بداونلوده من موقع مش عارف منتدى جي ان اس 3 للعرب منتدى كده نازل اسمه جي ان اس 3 للعرب فانا جبت الملف منه والمنتدى ده هو اللي حاطط لي الهاش فبيقول لي الملف ده انا بعد ما تنزله بص على الهاش يبقى الملف كده نزل سليم. هل معنى كده ان ده اكشولي جي ام اس 3 اللي عملته شركه جي ام اس 3 ولا ممكن يكون اتزور ولا ممكن يكون اتضاف له فيروس؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. انت بتقول ان انا جبته سليم واللي جبته سليم ما انا جايبه منك فاهمين الفكره؟ فاذا الهاشنج لوحده مش كفايه. امال ايه الكفايه؟ هنشوف دلوقتي بس الاساس واحد يعني فكره الضرب في الخلاط ما زالت هي إيه؟ هيتضرب في الخلاط ويطلع هاش لكن اللي احنا عايزين نعمله هيبقى اقوى شويه من كده. ادي ام دي 5 هنبص عليهم بقى سريعا MD5 SHA1 SHA2 ما عندناش غير ثلاثة مش زي الانكريبشن ما شاء الله عندنا كتير يعني لكن هنا لا MD5 تمام بيطلع ايه زي ما قلنا 128 بت هاش مسج. مين اللي عمل MD5؟ الرامور ده اوكي اختصار لمسج دايجست والراجل ده رول ريفيست اللي هو نفسه اللي عمل ريفيست وشميل وادلمان اللي هم الار اس اي برضه واضح ان هو دايس في الموضوع يعني الراجل ده تمام وال MD5 هو طبعا عمل كذا MD اكشلي يعني ده 5 ده اللي هو النسخه الخامسه المفروض منه او حاجه زي كده وبيطلع في الاخر نتيجه 128 بت. طيب ده بلين تكست مسج اسمه بقى ايه؟ شو اختصار لسكيور هاشنج ايه؟ الجوريزم. واضح ان اللي عمله كان ايه؟ حد يعني فاكر ان هو هيبقى سكيور. اللي حصل كالاتي ان نست ونست دي هي الهيئه المسؤوله عن موضوع الستاندردز كلها الخاصه بالانكريبشن والكلام ده كله دي في امريكا طبعا. اليو اس ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند تكنولوجي اسمها ايه؟ نست. اي هاشنج وانكريبشن والكلام ده كله هي دي اللي مسؤوله عنه. فالمهم عملت الشا دوت وشا اللي احنا بنتكلم عليه هو شا واحد اتعمل سنه 94 وصلح اتعدل سنه 94 صلح حاجه في شا الاولاني ويت از فيري سيميلر تو ام دي 4 وام دي 5 بس هو ابطا اكشلي وبيقول لك هنا ما بياخد
اقل من 264 بت وبيطلع المهم ان هو بيطلع سيبك من بياخد داتا دي بيطلع 160 بت فده بيخليه ابطا شويه لان الثاني بيطلع 128 بت بيبقى اسرع اللي هو الام دي 5 ده ابطا شويه لكن بيخليه اقوى شويه ضد الايه حاجه اسمها البروت فورس كوليجن تمام الكوليجن يعني ايه الكوليجن دي عشان دي كلمه هتشوفها كتير انت بتقرا في الانكريبشن بحاول افهمها لك بسهوله يعني الكوليجن معناه هل يا ترى كل حاجه ادخلها بتطلع هاش مختلف فكر فيه انا عندي 128 بت صح يبقى ايه الاحتمالات بتاعتي 128 بت بالباينري فاكرين 2 اس 128 اللي هو رقم كبير قوي اللي هو بتاع الاي بي فيجن 6 ادرس فاكرينه لو 430 مش عارف اونديسيليوم كان رقم فظيع كده احتمال كتير قوي جميل بس ما هياش ما لا نهايه ولا ايه فمعنى كده الكوليجن دوت اللي هو التصادم معناه انك ادخل قررنا مثلا جبت ملف 5 ميجا ورحت دخلته عشان اعمل له هيش هيطلع لي هيش وادخل ملف تاني 570 ميجا ويطلع نفس الهيش فمين الفكره المعامله هو الاحتمالات في احتمالات ده ففي احتمال ان يحصل الايه الكوليجن دوت الفكره بقى ان هو كام احتمال وازاي بيحصل الرياضيات بقى انا ما فهمش فيها اي حاجه برضه بسالها تمام فيسر الكوليجن دوت انا عايز اقلل ان هو بيحصل النهارده MD5 لا لا خلاص ليه بسبب ان خلاص بقى في نون كوليجن اتاكس موجوده عليه بتخليني اقدر اعمل الحركه دي فاهمين المشكله في ايه ان انا الهاش نفسه اقدر انا اطلع لك نفس الهاش عن طريق داتا ايه مختلفه مش نفس الداتا اللي هي الاصليه شا 1 اللي هو بيتكلم عليه هنا اقوى شويه من MD5 اصعب ان هو يتعامل فيه الكوليجن والكلام ده كله but it has been shown يعني ظهر وحصل ان ممكن يحصل فيه كوليجن اصعب بكتير من MD5 تمام فساعات يبقى acceptable انك تستخدمه بس recommendation لو تقدر ما تستخدموش ما تستخدموش لو تقدر ما تستخدموش بلاش تستخدمه اللي هو ايه شا 1 الاصدار رقم 1 يعني تمام ادي الفرق ما بين الثلاثه عشان تعرف انا ليه بستخدم شا 2 الجديد اللي هو 256 ادي الكلمه المشهوره اللي احنا شغالين بيها بلانك ايست اتاك ادوم وادي ال MD5 هاش وادي الشا 1 هاش بتاعها وادي الشا 256 هاش بتاعها وفي 384 وفي كمان كام 512 دول هم الشا 2 دول هم الشا الجديد ده ما اتكسرش خالص هو شا 2 كل الفاريشنز بتاعته حتى الان النولج بتاعتنا ان هو ما بيتكسرش تمام ما يعني ما فيش اللي هو الكوليجن اتاكس فيه لان هي اصعب بكتير يعني فكره هم عملوا ايه يعني الدنيا ما اتقلبتش ولا غيروا الالجوريزم والا كانوا سموه حاجه ثانيه غير شا صح لكن هم كبروا بس الايه السايز بتاعه ولما تكبر السايز نرجع تاني زي الايه 149 تريليون سنه ومش عارف ايه والكلام ده كله فزي ما قلنا لو دورنا كده سريعا ايه على اي ابلكيشن او بتاع دوت في دوت ام دي 5 في دوت شا اوكي وده شا 265 تمام اه زي ما انتم شايفين اه ده كويس قوي ده حلو جدا ده في كذا واحد اهو دي هاشنج فانكشنز اللي هي موجوده عندنا الله طب ما احنا ما جبناش سيره كل دول ليه؟ احنا بنتكلم على اللي سبورتد على الديفايسز بتاعت سيسكو وعلى النتوركينج عامه يعني مش سيسكو بس ولا حاجه فزي ما قلنا لو كتبنا يعني اي جمله خلينا ناخد جمله من الامتحان بتاع السي سي ان اي تمام following topics are general guidelines تمام وجينا هنا قلت له هاشت شا 1 اوكي يهاشت ويطلع لك الايه الريزلت لكن لو خدنا شا 256 هاشت بيبان على طول يعني ناخد الكبيره قوي زعيم شا 512 تمام ما جبناش ايه اخر الشاشه عندنا ده الهاشنج بتاع ايه الكلام اللي انا دخلته بس شكل دي واحده ثانيه بس تقدر تدخل داتا اكتر شويه تطلع لك شا كام 256 تمام فزي ما تلاقي الويب سايتس كتيره تقدر تعمل لك هذا الكلام اي داتا تدخلها بيطلع وادي الاربعه فاريشنز بتوعنا اللي هم الشاطو 224 256 284 512 وكلهم نفس الايه الكلام ودلوقتي بقى بيقول لك من سنه مش فاكر 2008 ولا ايه الشاطو دوت بقى ريكوارد في امريكا للفيدرال جفرمنت يعني الحكومه الفدراليه هناك لازم اي حاجه جوه بقى عندهم تشتغل ايه شاطو ما ينفعش يشتغلوا ايه شا 1 ايفينشولي شا 3 هيريبليس شا 1 وشا 2 مش عارف وصلوا فين لغايه دلوقتي هل نزل بقى ستاندرد خلاص ولا لا مش متابع يعني بس هو اعلن عنه يعني من فتره هيبقى في كمان ايه شهر سي يلا احسن كده اللي احنا بقى بنعمله لسه في الهاشنج اللي احنا بنعمله بقى عشان نضمن وما يحصلش الافلام اللي انا حكيتها لكم دي دلوقتي
سواء حد بيبعت داتا ولا المثال بتاع الداونلود انا قلت لكم هو اسمه الاتش ماك. ايه الاتش ماك ده؟ مش هاشنج يعني هاشنج بس اختصار لي كيد هاش مسج اوثنتيكيشن كود. عارف الكلام غريب شويه بس هي الفكره في يعني الاول حاجه اللي اسمها الماك دي حاجه مش الماك طبعا الماك ادرس اوكي مش ميديا اكسس كنترول. الماك دي حاجه في السكيورتي مهمه جدا اختصار لمسج اوثنتيكيشن كود. طيب واضح من اسمها فلكي انا عايز اتاكد ان المسج دي اوثنتيك مش ما اتغيرتش وهي ماشيه. ما اكيد انا عايزها ما اتغيرتش وهي ماشيه بس غيرتش وهي ماشيه دي ده عبيط ده الهاش حلو. لكن انا عايز اتاكد ان المسج دي اصليه وهو ده بقى اللي بيعمله الهاشنج بجد وهو ده اللي احنا عايزينه في البي بي انز عندنا وفي السكيورتي بتاعتنا وده اللي عملناه قبل كده اكشن احنا عملنا كل ده قبل كده هفكرك دلوقتي. بس اسمه بقى اتش ماك اللي هو كي هاش او كي اتش ماك يعني طبعا يبقى اسمه كي اتش ماك بس معظم الكتب هتلاقيه مكتوب اتش ماك بس انا بزود عليه بقول لك الماك ده هتعمله ازاي اتاكد ازاي ان المسج اوثنتيك ان هعمل حاجه اسمها هاش. لا لو هاش بس اكشولي ما احنا ما عملناش حاجه كي هاش كي هنا هو القصه كلها. ايه الكي؟ اوعى تلخبط وتقول الكي ده اللي هو الهاش. لا ده اسمه هاش ممكن تسميه هاش ممكن تسميه دايجست زي ما قلنا ممكن تسميه سيجنتشر صح ده اللي بيطلع ملوش علاقه خالص. امال ايه الكي دوت اهو سيكريت كي يس هو ده اللي احنا عايزينه وهو ده اللي احنا طبقناه قبل كده ان ياخد الداتا بتاعتي ايا كان حجمها وادخلها في المفرمه بس معاها ايه سيكريت كي. حلو جدا السيكريت كي ده يطلع لك الكي. طب السيكريت كي ده يبقى ايه سيسكو وده اللي عملناه ساعه او اس بي اف لما عملنا كونفيجريشن او اس بي اف عملناه في السكيورتي وعملناه في سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج كنا بنعمل ايه تو راوترز وبيشتغلوا او اس بي اف ومش عايزين حد يزور من الثاني ام دي 5 كنا بنشغل ام دي 5 ونقول له هنا لو فاكرين اي بي او اس بي اف اوثنتيكيشن مود تمام اللي هو مسج دايجست وبعدين اي بي او اس بي اف مسج دايجست كي واحد ام دي 5 سيسكو المهم الامر يعني امر طويل قوي كده تحت الانترفيس المهم سيسكو في الاخر دي هي الايه هي الباسورد فكان يعمل ايه يبعت ابديت يبعت هلو يبعت اكنول فاكرين كل المسج بتاعت او اس بي اف مع كل مسج المسج دي هي المسج بتاعت او اس بي اف كل مسج وهي طالعه عامل ايه اضربها في الخلاط مع سيسكو والزق الهاش لما توصل هناك الناحيه الثانيه تجيله المسج لو وصلت سليمه لو محدش زورها ومحدش بوظها بالكهرباء يعني باظت عادي اللي هو البوظان الطبيعي المسج وصلت سليمه هيبقى معاها الهاش بتاعها هضربها في نفس الخلاط بنفس الباسورد صح يبقى المفروض يطلع لك نفس الهاش ولا لا نفس الهاش. يبقى مش بس اتاكدت ان هي سليمه ووصلت سليمه لا اتاكدت انها جايه من مصدر موثوق فيه مصدر موثوق فيه لانه معاه نفس الباسورد اللي عندي تمام وهو ده الكي اتش ماك او الاتش ماك اللي احنا القوة بتاعته بتعتمد على قد ايه؟ بتعتمد على cryptographic strengths of the underlying hash functions تاني MD5 اقل حاجة SHA1 احسن SHA2 recommended size and the quality of the key حجم المفتاح بعد كده تستخدم المفتاح تقول لي سيسكو ماشي طب ولو خليناها سيسكو 1 2 3 4 5 6 سي سي ان اي سكيورتي حلو قوي تمام جميل لا اصل ما تنساش الهاش اللي هيطلع في الاخر ما تفرقش معاك يعني مش انت لما تزود حجم المفتاح حجم الهاش هيتغير دي ميزه انت هو وان واي فانكشن مش زي الانكربشن مثلا الانكربشن هنشوف ان الموضوع مش كده الهاشنج لا انت هطلع لك 160 بت هطلع لك 256 بت هطلع لك زمان 128 بت وهكذا اوكي اوكي سيسكو تكنولوجيز يوزز تو ويل نون اتش ماك فانكشنز الكي دي ام دي 5 او اتش ماك ام دي 5 ده بيبقى اسمه بقى يعني اكشولي واحنا بنكونفيجر هتلاقي اسمه كده بالظبط خلينا نقول تاني مش الاصفر ده او اسمه كده HMAC MD5 و HMAC SHA1 والجداد هو طبعا مش كتابه هنا و HMAC SHA2 بس خلي بالك ال SHA2 مش سبورتد في كل الاوبريتنج سيستمز مش كل الديفايسز فمين بقى يعني وانا بعمل في بي ان ممكن يكون عندي راوتر قديم زي الحلوين اللي جنبنا هنا دول كده هتيجي تجرب فيه تبص على الاختيارات هتلاقي اخرك SHA1 تمام بس انا بوصله فرع اسكندريه وانا حاطط راوتر جديد لك هناك هتلاقي فيه SHA2 تمام فدي برضه من النقط اللي انت لازم تبقى تحطها في اعتبارك وانت ايه وانت شغال at minimum عايزين SHA1 والحمد لله اعتقد معظم اجهزه سيسكو او ممكن كلهم حاليا النهارده تلاقيهم شغالين ايه؟ SHA1 طبعا هو صعب شويه يعني بس لو مضطر تستخدم SHA1 او حاجه ضعيفه زي كده اللي ممكن يحل شويه الموضوع او يعني يعمل الموضوع سنه مش سكيورتي ولا حاجه بس بنزود يعني من الاحتماليه بتاعتنا ان احنا نغير المفتاح كل شويه. فاهمين الفكره؟ يعني انا ممكن اعادل دوت شويه بان انا بدل ما استخدم مفتاح معين لمده مثلا يوم او 10 ساعات اقلل المده دي تقول لي مفتاح ايه هو؟ لا انا ما بتكلمش على الاو اس بي اف انا بتكلم على الفي بي ان. لما نيجي نستخدم الفي بي ان مش هتقول له سيسكو ولا سيسكو 1 2 3 لا مالكش دعوه انت بالمفاتيح امال ايه اللي هيحصل؟ هو اللي هيعمل ايه؟ الراوتر هو اللي هيعمل ايه؟ المفاتيح الفي بي ان ديفايس بتاعنا هو اللي هيعمل المفاتيح
فانا ممكن اقول له خلي بالك بص انا عايزك تعمل لي مفتاح كل يوم، لا انا عايزك تعمله كل خمس ساعات، انا عايز اعمله كل ساعه. فاذا ايه اللي بيحصل؟ هو بيغيره بقى، انا ماليش دعوه، انا ما اعرفش اصلا اي مفتاح من المفاتيح دي خالص. تمام؟ هو ايه؟ معلش ازاي؟ انا بنشاور كده في الهاشم. يعني ايه؟ الشاور احنا بنستخدمها في التشفير؟ لا، كل ده انا ركز، الشاور مش هشوف التشفير، عمال اقول اساله عبد الله، اساله عبد الله. الشاور بنستخدمه في الهاشم. تشفير معناه ايه؟ ان هديك جمله تطلع لي جمله زيها او اطول منها بس انا مش فاهم منها حاجه. فبالتالي لو اديتك الصفحه دي كده كلها قلت لك شفر لي الصفحه دي يا عبد الله، ايه اللي هيحصل؟ هتطلع لي على الاقل صفحه زي دي بالظبط لو قعدت تبديل الحروف نفس عدد الحروف، او لو شغال بطرق ثانيه هتبقى اكتر بكتير. تمام؟ ده النتيجه. لكن لو قلت لك هاش دي كده بام دي 5 لازم تطلع 128 ايه بت. لو قلت لك هاش بس دول كده، شايفين الثلاثه دول؟ اعمل لي هاش لدول، هيطلع كام؟ 128 بت. هاش الصفحه كلها 128 بت. اذا ده مش انكربشن، ده كله هاش. تمام؟ يبقى ام دي 5 وشا 1 وشا 2 الكلام ده كله دول هاش. بس عندنا تو تايبس، يعني عشان نفرق النقطه دي، في النورمال او الفانيلا كده ام دي 5 لوحده مثلا، ام دي 5 لوحده، والجديد بقى دلوقتي اللي هو بنقول عليه اتش ماك. تمام؟ اي ام دي 5 زي ما قلت ده اللي احنا بنستخدمه. انا ما بستخدمش ده، مش هيفيدني بحاجه الام دي 5، ملوش فايده بالنسبه لي. ده بيقول لك الداتا وصلت سليمه، ده لو منين؟ غير مفاتيح ولا حاجه. تمام؟ ده اللي معلم. معلش دلوقتي لو في تو سايتس موجودين في في ام، هو المفروض ان احنا دي وعارفين نفس المفتاح اكيد طبعا. هنا راوتر وهنا راوتر، انا عارف القصه كبيره. ده دي مشكله كبيره بتاعتنا، احنا قلنا المشكله بتاعتنا المفاتيح كبيره وكل حاجه. شوف دلوقتي بعمل السكشن ده على طول هيخش لك الموضوع المفاتيح. يعني اكبر حاجه في الكريبتوجرافي بتضايقنا دلوقتي هو حاجه اسمها الكي مانجمنت، اللي هو ازاي هنعمل دوت مش بتضايقنا، احنا مظبطينها يعني، بس هي دي الحاجه اللي ايه اللي فيها تجمع. انا هعمل تشفير وهعمل هاشنج، كل ده محتاج مفتاح زي ما تشوف، وده محتاج مفتاح. فين المفاتيح؟ فهي دي الفكره. بس لازم يكون نفس المفتاح، لازم ملهاش حل، والا الداتا هتوصلك هترميها. ليه؟ اعمل الهاشنج فانكشن اضربها في الخلاط مش بنفس المفتاح، اقول ايه ده دي مزوره، رغم ان هي مش مزوره ولا حاجه، بس انت اللي غلطان، اعمل لك ايه بقى؟ اوكي. يبقى دول الاتش ماك فانكشنز اللي موجودين عندنا. وهنا دلوقتي بقى ناخد المثال من العقل كده بقى، ادفع لتيري سميث 100 دولار بالمفتاح دوت هيطلع هاش. لو وصلت هناك اي حاجه ثانيه، غيرت تيري سميث ده خليته تيري سميث، شلت حرف الاتش، ايه اللي هيحصل؟ هيتغير. لو وصلت هنا ان انت يعني سرقت الداتا دي في النص زي ما انا كنت بحكي من شويه، قلت لا لا سيبك من، انا مش هوصل له الرساله دي خالص، امال انا هعمل ايه؟ انا هعمل رساله خاصه بيا، ادفع 1000 دولار. تمام؟ وادفع 1000 دولار لمحمد، حلو كده؟ واقوم جاي لازم فيها زي ما لزقنا قبل كده الهاش بتاعي. ثانيه واحده، فين الباسورد؟ لان الهاش دلوقتي بقى ايه؟ مش تلزق الهاش بتاع ال 1000 دولار مع محمد، لا، ال 1000 دولار مع محمد دي مسج مع ايه؟ مع الباسورد. فين بقى الباسورد ده؟ حلو. دي سيكريت كي، هنا ده سيكريت. اذا القوه كلها زي ما قلنا بتاعتنا ان دوت ما ايه؟ ما يتعرفش، لازم يبقى سيكريت ومحدش يعرف. ده زي ما قلنا اللي هنفوكس عليه في السكشن الجاي، اللي هو طب ازاي دوت يبقى سيكريت ومحدش يعرف؟ طب انا هديهولك ازاي؟ ما انا لو اديتهولك بالكلام اي حد ممكن، فاهمين المشكله اللي هتقابلنا؟ طب انا اديك المفتاح دوت ازاي؟ اتفق عليه بالتليفون مثلا، ولا ابعتهولك في جواب، ولا اعمل ايه؟ فزي ما قلنا في سيسكو برودكتس انا بقدر اتاكد بالهاشنج فانكشنز دوت، بعمل بيه ثلاث حاجات، اتاكد ان الداتا سليمه، اوكي ماشي، اتاكد ان الداتا اوثنتيك، ودي تفرق خالص. وهنا الناس بتتلخبط بين ده، مش يعني سيبك من ده خالص، مش اي لازمه بالنسبه لي، هي الداتا سليمه ماشي، مش سكيورتي دي يعني، وده عايز اركز شويه في الحته دي. في فرق بين الداتا اوثنتيسيتي والانتيتي اوثنتيسيتي. تعالى ناخد مثال بتاع البي بي ان. انا هنا اهو لسه ما نعرفش يعني ايه بي بي ان، بس عباره عن سكيور كونكشن، ده ار واحد، وهنا ده مثلا ار اتنين، والناس دي عايزين يعملوا كونكشن ما بينهم سكيور، تمشي الداتا فيه متامنه مش متشفره، لا مش متزوره، بس مش عايز اشفرها يا عم، انا مش خايف من الناس بتاعتي، اقرا اللي مكتوب مش مهم. ايه يعني لقيت شيك مكتوب عليه 100 دولار؟ هتعرف يعني انا فاهم؟ انا حاطط الشيك كده ومصوره وحطيته على الفيسبوك، تعمل بيه ايه؟ ما
مكتوب فيه ادفع 100 دولار لمحمد هتعمل بيه ايه؟ فاهمني الفكره؟ فانا مش خايف ان الداتا هنا مش خايف خالص مش عايزها تتشفر يعني بس عايز اتاكد ان لما توصل حاجه تبقى ايه؟ هي دي الاصل بتاعها اللي هي اوثنتيك. طيب ده مفهوم يبقى انا اما ابعت قطعه داتا ماشيه هنا او ده يبعت قطعه داتا ماشيه هنا كل قطعه داتا هاخدها اضربها في الخلاط مع الباسورد اللي احنا متفقين عليها اصلا وابعتها لك تتاكد انها جايه مني فعلا. ده اسمه الداتا اوثنتيستي. امال ايه بقى ده؟ الانتيتي اوثنتيكيشن. اوثنتيستي اوثنتيكيشن هي نفس المعنى بس الانتيتي اللي هو الشخص او هنا الكيان اللي هو ار واحد وار اثنين. يعني اصلا قبل ما ار واحد وار اثنين يكلموا بعض ويبعتوا لبعض اي داتا انت مين يا ابني وانت مين؟ فاهمين الفكره؟ انا مين اصلا اللي مسموح له يبعت لي داتا؟ ففي فرق ان اقول مين اللي مسموح له يفتح معايا اصلا الكونكشن دوت. فاهمين الفكره؟ وبعد كده كل قطعه داتا هتتبعت في الكونكشن دوت لازم اتاكد انها ايه؟ سليمه. فاذا انا دلوقتي لما يجي ار1 وار2 يعملوا البدايه بتاعت هذا الموضوع مع بعض انا هبعت لك قطعه داتا. اوكي افترض ان مفيش الحته الفاهمه دي خالص انا ببعت لك قطعه داتا اهي وكل قطعه داتا من القطعه ديت معاها الايه؟ الاوثنتيسيتي بتاعها. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. جا كده قيس فجأة جات لك قطعه داتا من هنا كده اوكي برده قطعه داتا موجوده وبرده ايه؟ معاها الاوثنتيسيتي بتاعتها. ايوه ليه يعني؟ مش ار1 اللي بعتها حد تاني اللي بعتها. فالقطعه دي اصليه بس يعني ايه اصليه ازاي؟ ازاي فاهمين الفكره عامله ازاي؟ يعني انا دلوقتي في سيكريت متفق ما بينه وبيني وما بين ار1 وما بين مين؟ ار2. فانا بتاكد دلوقتي ان القطعه دي اصليه لان السيكريت اللي هنا هو نفسه الايه؟ السيكريت اللي هنا. فاذا ده بيضمن لي ان الداتا نفسها مش مزوره وبيضمن لي كمان ان ده مين؟ ار1 بما ان انا كاتب هنا باسورد وكاتب هنا ايه؟ باسورد ثاني. صح؟ يعني ما دام متفقين على نفس السيكريت يبقى ما حدش تاني هيبعت لي داتا هاش هنا كده بهذا الشكل غير مين؟ غير ار واحد. يبقى انا بضرب يعني عصفورين بحجر. انا بتاكد هنا ان الداتا ديت مش مزوره وبتاكد كمان انها جايه من ار واحد. بس ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عامل كونكشن ما بين ار واحد وار 2 بس عامل كونكشن تاني سكيور نعمل واحد تاني سكيور هنا مثلا كده. مع مين؟ مع ار 3 مثلا هنا لازم اعمل ايه هنا كده نفس الكونكشن سكيور برضه كل حاجه المفروض ان هنا المفتاح ده هنا المفتاح ده صح لو انا من 1 ل 2 او من 2 ل 3 يعني فاهمين الفكره من الكونكشن هنا ده كده كونكشن من 1 ل 2 وده كونكشن ثاني من 2 ل 3 لان لو عملت نفس المفتاح وجات المسج اتاكد ان المسج مش مزوره بس هو مين كده اللي باعتها يعني فاهمين الفكره ار 1 ولا ايه ولا ار 3 فطبعا هنلاقي حل افضل لهذا الموضوع من حاجه هايفه جدا اللي هي اسمها المفتاح اللي انت بتعمله دوت. ليه؟ لان يعني ده بيمثل لنا مشكله. المفتاح اللي هو سيسكو 1 2 3 دوت او المفتاح اللي هو هنختاره زي ما هنشوف دلوقتي هيمثل لنا مشكله. بس حاليا عم عيد الجزء ده تاني وتالت ورابع الحته دي لما بتلخبط ناس هتشوفها في الشابتر ده هتشوفها في الشابتر الجاي واحنا بنشرح الايه؟ الدي بي ان بتشتغل ازاي اللي هو الفرق بين ان انا اقول ان قطعه الداتا دي اوثنتيك وان انا اعمل اوثنتيكيشن للانتيتي نفسها او للايه للجهاز نفسه. طيب انا بستخدم الحاجات ديت ال اتش ماك وسيسكو فايرفوكس في ايه؟ زي ما قلنا راوتنج بروتوكول ابديتس او اس بي ان اي بي سيك بي بي انز زي اللي هنعمله طبعا فين في الشابتر الجاي اي او اس ايمجز داونلودد فروم سيسكو دوت كوم يعني اكشن لما بتيجي داونلود اي حاجه من موقع سيسكو وبالذات طبعا اي او اس ايمجز لان هي حاجه خطيره ومهمه اللي هو الاوبريتنج سيستم لما تقولوا موقع سيسكو عندنا الايه؟ الـ MD5 based checksum عشان نتاكد من integrity of a of downloaded messages و TKX Plus بيستخدم MD5 hash actually as a key to encrypt session هتفاكر الشرطة بتاع تريبل ايه؟ كان في radius وكان في TKX وهنا TKX دوت او TKX Plus يعني بيكريبت المسج كلها وكمان اكتشفت ان هو بيعملها ايه كمان؟ بيعملها هاش فهو actually بيستخدم MD5 hash من الباسورد اللي بتتفق انت ما بينك وما بين السيرفر عشان خاطر يكريبت بيها الايه؟ السيشن بس يعني ده مش موضوع طبعا موضوعنا اللي عن فوكس وهنحاول نفهمه اللي هو ده بيعمل نفس الحاجه دي ولا حاجه لا ابل بلين تكست تمام بلين تكست مع الباسورد اللي هو اوريدي كونفيجرد عليه ما بين السيرفر وما بين الكلاينت نيجي بقى زي ما قلنا قبل ما نخش في الانكربشن لازم نخش في الانكربشن تمام نيجي نخش موضوع الكي مانجمنت يعني الانكربشن هايك يعني ما فيهوش حاجه خالص الكي مانجمنت بيتقسم لزي ما انتم شايفين ست خطوات دول الست مشاكل اللي انا محتاج اعرفهم في موضوع الكيز. طب ايه هي الكيز الاول قبل ما نخش المفاتيح هي اصلا؟
عندك دلوقتي مفتاح اللي هو بتاع الهاشنج، وهيبقى عندك مفتاح تاني بتاع الايه؟ بتاع الانكريبشن. لسه ما خدناش انكريبشن، بس الانكريبشن لو انا بتعمل ازاي؟ اه في مفتاح. مش انكريبشن بيتعمل مفتاح؟ مفتاح. خالص تمام؟ بس في مفتاح، هي دي الفكره. يعني انا عندي مفتاح، واحد مفتاح هستخدمه عشان خاطر الهاشنج اللي هو الكي هاشنج اللي قلنا عليه دوت، بطلبه في الخلاط. هو زي اللي هو تريبل ديز وديز ودي اس عادي خالص تمام؟ زي لما يعني مثلا المفتاح بتاع التشفير احنا قلنا اللي هو بلس 6 اللي هي الحروف العربية، هو بلس 6 ده هو ده الانكريبشن، هو ده الانكريبشن. فاذا عندي مفتاح دوت وعندي المفتاح دوت، هنعمل ايه في موضوع المفاتيح دوت وايه القصه بتاعتها؟ نمبر 1 الكي جنريشن، ازاي نختار مفتاح صح ومفتاح حاجه معينه تطلع لي المفتاح ده. طبعا زي ما قلنا دي تختار انت كبني ادم مفتاح سيسكو ولا مش عارف ايه، مش هو ده احنا عايزين مفتاح يكون اقوى من كده بكتير، يكون حاجه قويه. فغالبا ما بنستخدمش الطريقه اللي هي المانيوال ديت، حتى لو انت هتختار مفتاح قوي وعشوائي وكل حاجه. انا زي ما قلت عايز اغير المفاتيح ات مينيمم في البي بي ان من غيرها كل 24 ساعه، يعني مينيمم المفروض ماكسيمم، مش مينيمم ماكسيمم المفروض بغيرها كل 24 ساعه، لكن انت المفروض تخليها اقل من كده لو عايز تبقى اضمن، اللي هي 5 ساعات اللي هي 10 ساعات. فاهمين القصه؟ فمش معقول انا كل 24 ساعه اخش اخترع مفتاح، ولا ايه رايكم؟ يعني مش منطقي. فاذا لازم يكون عندنا ميثود او طريقه ان انا اعمل حاجه اسمها الكي جنريشن بتاعنا ان انا اطلع عليه كير. وزي ما بقول لك طبعا النهارده في المودرن كريبتوغرافي كي جنريشن از اوتوماتيد، اوتوماتيك مش انا اللي بخش اعمله مانيوال. كي فيريفيكيشن ايه ده؟ اتاكد ان هو لا اتاكد ان المفتاح ده قوي. ازاي؟ بقول لك معظم الالجوريزمز كريبتوغرافيك الالجوريزم عندهم مفاتيح ضعيفه، زي اكشلي سيزر لو اخترت المفتاح 0 او 25 0 25 يوصلوك لايه في الانجليش؟ ان الحرف هو الحرف، مش انت بتقعد ترفها صح؟ لو اخترت 0 او 25 هتلاقي الاي بيساوي الاي والاف بيساوي الاف. يا راجل ده مفتاح ضعيف جدا، المفروض عمرك ما ايه ما تستخدمه. فطبعا عندنا كي فيريفيكيشن بروسيجرز برضه الموضوع ده اوتوميتد، ولو طلع مفتاح ضعيف ولا حاجه ممكن يتعمل له ريجنريشن. طبعا دي حاجات ماثيماتكس يعني. اذا يعني باختصار الموضوع ده نوت ا بيج ديل بالنسبه لي، بيتم اوتوماتيك دلوقتي، مش هتتعب نفسك فيه في حاجه. رياضيات بيتم اوتوماتيك، رياضيات ده برضه ايه؟ رياضيات. كي ستورج اوكي، الموضوع برضه سهل جدا، بستور الكيس فين؟ بحط المفاتيح عندي فين؟ الميموري. ده عندك بيتحط فين؟ الميموري طول ما انت شغال. جميل. كي اكسشينج هو ده بقى الايه الموضوع بتاعنا ده الباشا ده. كي اكسشينج، جبت المفتاح، اكدت المفتاح بتاعك مش مفتاح ضعيف وحطيته في الرام. طب المفتاح ده عندك انت لازم يبقى موجود الناحيه الثانيه، فرع اسكندريه ولا فرع فرنسا صح؟ يبقى بنتكلم بقى في موضوع الايه؟ كي اكسشينج. دوت موضوع مهم جدا جدا. ازاي هنعمل كي اكسشينج اوفر ان انتراستد ميديوم؟ فاهمين الفكره؟ يعني ايه الفكره؟ يقول ازاي انا اتبادل المفتاح بتاعي دوت والميديا اللي هبعت عليها انتراستد؟ قول لي ليه؟ ما انا نشوف حاجه تراستد. الله، وانت تراستد ازاي؟ ما انت عشان تتراستها لازم يبقى في البيضه الاول ولا الفرخه، تمام؟ اخر حاجه كي ريفوكيشن اند ديستراكشن، اللي هو ان الكي يتلغى. ايه الكي يتلغى؟ اتسرق المفتاح، اتسرق كريدت كارد. اول ما بتضيع منك بتعمل ايه؟ لازم تكلم الشركه بتاعت اللي مطلع لك كريدت كارد في لحظه، على طول في لحظه، وتقول لهم ايه؟ وقفوا الكريدت كارد ديت، اتسرقت تمام. نفس الكلام بيحصل على الكيس بتاعتنا. ديستراكشن اللي هو التدمير، انا بطلت مش عايز استخدم المفتاح دوت، فلازم اشيله من الميموري او اي مكان موجود فيه، لازم ما يبقاش ايه موجود عشان محدش طبعا ايه يعرف اللي هو المفتاح القديم. يعني انا خلاص بطلت استخدمه. يبقى دي العمليات بتاعتنا زي ما قلت كلها شغاله ظريفه وسهله جدا. هو اللي عندنا هنتكلم فيه بتفاصيل اكتر لسه، هو موضوع الكي اكسشينج ازاي نتبادل المفاتيح، او انا عندي مفتاح واديه لك اديه لك ازاي، وبرضه هنشوف اللي هو الريفوكيشن دوت هنجيب سيرته، يعني اللي هو لو انا المفتاح اتلغى يعني او انا عايز ارجع المفتاح عليه. نيجي للكي لينس اند كي سبيس، وهم دول القوتين بتوعي اللي هم بيحددوا قوه الكي. هو جايب لك هنا انكربشن، بس هو مش قصدي مش مهم انكربشن، الفكره في الانكربشن، الفكره هنا في طول المفتاح. بقول لك مثلا اي اس عنده المفتاح بتاعه 128 و192 و50 والتايم تو كراك بتاعه 149 تريليون سنه، تمام؟ ليه؟ لان الكي سلينس دوت اللي هو 128 بيؤدي ان الكي سبيس تبقى 2 اس 128. يعني هو هيجيب لك مثال هنا عايزين اهو ديز، لما يكون المفتاح ديز 56 بت يبقى الكي سبيس ده حجم المفتاح سايز 56، يبقى الكي سبيس يعني كام؟ 2 اس 56. فاهمين الفكره؟ 2 اس 56 يعني الرقم الجميل ده كام؟ مليون مليون تريليون باتريون كوادريليون، تمام؟ ده كده كوادريليون تقريبا لو انا مش عارف غلط يعني، صح؟ لو خليته 57 بت زودت بت واحد فقط، بص بقى الرقم عامل ازاي الاحتمالات، يعني 2 اس 57 58
59 60 ايه اللي بيحصل؟ الضغط جديد. ودي الميزة بتاعتنا في الباينري، كل ما تزود بت واحد في الباينري تمام يتضرب الضغط. جميل جدا. يبقى ده الفرق بين الكي سايز اللي هو حجم المفتاح نفسه، الكي سبيس هو اوكي الحجم ده هيطلع لي كام احتمال للمفتاح. المفاتيح بتاعتنا في اربع انواع بنتبادلها او بنتكلم فيها يعني. ده اللي احنا كنا لسه مخلصينه اللي هو الايه؟ الهاش كيز تمام؟ ده اللي هو هنتكلم عليهم دلوقتي اللي هم الانكربشن النوعين بتوعهم السيمتريك كيز والاسيمتريك كيز. وده اكشلي الديجيتال سيجنتشرز يعتبر يعني حاجه تبع الدوت الاسيمتريك كيز، يعني الاثنين دول تابعين لبعض هنشوفهم مع بعض. هو جايبهم هنا ليه رغم ان احنا لسه ما شرحناهمش بالتفصيل؟ عشان يقول لك البروتكشن بتاعي الجدول الجميل اللي موجود دوت. ده دول كده انكربشن يعني، ده زي ما قلت يعتبر يعني ميكس ما بين ده وده كده يعني. هنشوف هيبان هو ايه الديجيتال سيجنتشر. اوكي فاذا لو انا شغال في اي حاجه من دول سيمتريك كي اسيمتريك كي ديجيتال سيجنتشر او هاش، عايز حمايه لمده قد ايه؟ في 3 سنين 10 سنين 20 سنه 30 سنه. وده بيقول لك حجم المفتاح المنصوح ليه. مش شايف الجدول ده دقيق قوي او يعني بيوضح الكلمه قوي، فهفتح لك حاجه من الموقع بتاع سيسكو. موقع جميل قوي، اكتب بس كده سيسكو نيكست جينيريشن انكريبشن. اوكي لسه كنت فاتح الصفحه نيكست جينيريشن انكريبشن، مش نيكست جينيريشن فاير وول بتاع نيكست انكريبشن او صفحه طلع. اوكي ايه ال ان جي اي دوت نيكست جينيريشن انكريبشن جيل جديد يعني عايز ايه يعني. هنا بيقول لك الريكومنديشنز بتاعت سيسكو للانكريبشن بتاعك زي الجدول ده بالظبط بس بطريقه افضل شويه فعلا. من شويه اوكي ريكومنديشن فور كريبتوغرافيك الجوريزمز وادي الجدول بتاعنا. لو بتستخدم ديز اللي هو بنستخدمه في الانكريبشن الحاله بتاعته ايه دلوقتي؟ افويد. طب استبدله بايه؟ اي اس تمام. اي كيو سي ار ديت كوانتم كمبيوتر. بص هنا كوانتم كمبيوتر ريزيستنت. مين الكوانتم بتاع ده؟ ايه كوانتم كمبيوتر ده؟ ده غير الكمبيوترز العاديه بتاعتنا، ده المفروض ثيوريتيكال لغايه دلوقتي يعني على حد علمي. بس الفكره ان هو الادفانسز اللي ماشيه فيه جامد قوي فهيوصلوا يعني كوانتم كمبيوتر. والفكره بتاعته ان هو مختلف عن الكمبيوتر العادي فهيبقى اقوى منه باضعاف اضعاف اضعاف، يعني مش زي البروسيسور انتل اللي نزلت. فاهمين الفكره؟ مش حاجه كده، هيبقى ثوره ضخمه جدا لما يحصل ان شاء الله يعني. فلما اقول لك هنا ان انت عندك حمايه ضد الكوانتم كومبيوتنج ده انت يعني مش معقول، مش حاجه طبيعيه. طبعا الديز ما عندوش كده. تريبل ديز بستخدمه فور انكريبشن. ليجاسي ده حاجه قديمه، ده الحاله بتاعته مش افويد يعني ممكن تستخدمه بس هو قديم، المفروض احطه مكانه ايه؟ اي اس. الميتيجيشن لو هتستخدمه اعمل زي ما قلنا ايه؟ مفتاح عمره قليل لو هتستخدمه. ار سي 4 ده انكريبشن برضه افويد، ده حالته صعبه جدا استبدله باي اس وهكذا يعني. مش انا بوريكم بس ايه امثله للموضوع، كل واحد عايز تبص عليه هنا هيجيب لك الايه الحاله بتاعته واذا كان اكسبتبل ولا لا. بص مثلا على ده، ده اي اس وده اي اس على فكره، بس ده الاي اس العادي يعني ممكن نقول عليه اللي هو اسمه السي بي سي، ده الاي بي الاي اس الجديد اسمه جي سي ام. وده بيقول لك مش انكريبشن بس، ده بيعمل الاثنين مع بعض اللي احنا عاملينهم جايين دماغنا منهم، انكريبشن واوثنتيكيشن. بيعمل انكريبشن واوثنتيكيشن. وده ايه؟ ان جي ده نيكست جنريشن انكريبشن وضد الكوانتم كومبيوتر. شايفين ازاي؟ بس حتى الاي اس العادي لو عايز تستخدمه هو برضه ايه؟ متعلم عليه صح هنا اهو ضد الايه؟ كوانتم كومبيوتر. هنا شويه حاجات ثانيه زي ديفي هيلمان وار اس اي ودي اس اي كلهم جميل. ده بيقول لك افويد، ده اكسبتبل اكسبتبل افويد، استبدله ده ام دي 5 وصلنا بقى ام دي 5 اهو، استبدله بشا 256 شا 1 برضه ليجاسي استبدله بشا 256. وده الجداد بقى شا 256 384 512 دول نيكست جنريشن انكربشن. و الوحيدين فيهم اللي هم كوانتم هم الاثنين دول يعني. لو 256 مش كوانتم يعني مش ضد الايه الكوانتم كمبيوترز الايه المخترعين بتوعهم. ده اللي هو الانتجريتي العادي. الانتجريتي اللي هي بقى اللي فيها اوثنتسيتي لما زودنا اتش ماك، فاكرين اللي هي معاها مفتاح يعني، فتلاقي الموضوع افضل شويه. بمعنى ان اتش ماك ام في 5 مش بيقول لك افويد، بيقول لك ان هو ليجسي يعني ممكن تستخدمه بس حتى بايه بعمر قليل. شا 1 اكشلي حاطه ان هو اكسبتبل بس المفروض اغيره بشا كام؟ 256. شام 256 بقى مفتاح بقى نيكست جنريشن. وطبعا الديف هنا لما لسه هتشوفهم بالليبريك كيرف بس برضه دول نيكست جنريشن. اذا انا مطلع الصفحه دي ممكن ثلاث ارباع اللي انا قلته ما فهمتوش، بس انا بقول لك بعد ما نفهم شويه وبعد ما نخلص الشابتر الجاي كمان وبعد ما تبقى في يوم من الايام بتكونفيجر في بي ان او حاجه ليها علاقه بالسكيورتي او حتى بتشطر حاجه على الجهاز بتاعك تمام او بتوثنتيكيت حاجه، الصفحه دي مفيده جدا. ده ريكومنديشن بتاع الناس التوب سكيورتي بتاعت سيسكو. دول اي حاجه قدامها افويد يبقى بلاش عنها، وكمان بلاش اللي قدامه ليجاسي
المفروض تاخد الحاجه دي الاكسب. الافضل الافضل تاخد الحاجه اللي هي الايه الانج دي دي اللي هي انت خلاص كده عديت. اوكي مئات السنين ممكن الاف السنين مئات الملايين وطبعا. اوكي الفكره كلها زي ما قلنا ان انا بدل ما معايا مفتاح صغير يبقى معايا مفتاح ايه كبير. فكل ما تزود يعني هو انا حتى لو رجعنا لتاني 80 96 112 128 ايه اللي عمال يحصل بيكبر. لما كان 80 بيقول لك حمايه 3 سنين بقى 96 حمايه 10. فاهمين الفكره؟ فانا اقدر كل ما اكبر المفتاح كل ما تبقى تقول لي طيب ما خلاص ما اتحلت كده ما كلنا نكبر المفتاح. انا لسه قايل لك مثال من شويه لو معايا راوتر قديم هو اخره كده يعني اخره كهاردوير اللي بيعمل انكريبشن وديكريبشن مثلا موجود فيه او السوفت وير اللي هو سبورت عليه هو اخره الحاجه دي تمام. مش كل الديفايسز ولا كل السوفت وير هيبقى كيبابل ان هو يعمل كل حاجه. وعندي مشكله ثانيه المفاتيح لما تكبر ديت ممكن في بعض الاحيان بتاثر على حجم الداتا بتاعك. ممكن ليه؟ اكيد بمعنى مش احنا قلنا ان انا الداتا مثلا احيانا نتكلم على الهاشنج احنا شغالين في الهاشنج كل ده ادي الداتا بتاعتي وادي الهاش اللي هحطه. لو هلزق في الاخر هنا 128 زي ما اكون هلزق 512 لا ده كام ضعف ده؟ اربع اضعاف. طيب اذا يعني الداتا انا فاكرين فاكرين فريم والماكسيمم ترانزميشن يونت الكلام ده كله انت بتبعت الداتا حجمها 1500 مظبوط ولا ايه؟ طب يعني انت بتاخد من 1500 128 بت زي ما بتاخد 512 بت. طبعا بتاثر في حجم الداتا اللي بقدر ابعته. يبقى انا لما هبعت لك مثلا حجم داتا معينه في خمس دقائق ممكن ياخد سبع دقائق. الانكريبشن نفس الكلام لما نيجي نشفر تلاقي حجم الداتا بيكبر. يعني مش لازم تخش الداتا 100 بايت بعد التشفير تبقى 100 بايت لا ممكن تبقى 150 ممكن تبقى 200 حسب الايه الانكريبشن بتاعك. فيعني حته ان انا اكبر المفتاح دي محتاجه توازن منك محتاجه عقلانيه كده عشان تفكر في ايه حجم المفتاح المناسب بالنسبه لك. وكده شفنا الهاشنج اعتقد ان هو يكون مفهوم شويه والكيد هاشنج اللي هو زي الهاشنج بس المفتاح اللي هو افضل واكبر كتير. نخش بقى على الانكريبشن اللي هو الايه الكونفيدنشياليتي. والانكريبشن عندنا في منه نوعين اساسيين سيمتريك انكريبشن واي سيمتريك انكريبشن. سيمتريك يعني متوازن يعني متساوي اي سيمتريك يعني مش متوازن يعني مش متساوي. يعني هنا بقول لك بشفر وبفك التشفير بنفس المفتاح هنا بقول لك لا انا مش بشفر وبفك التشفير بنفس المفتاح بالعكس ده اجباري يكون مفتاح مختلف. ده هو اللي بنستخدمه سوري ده اللي هو السيمتريك انكريبشن الجوريزم ديت ايا كان الالجوريزم نفسه ايه. اوكي ده اللي بستخدمه عشان ابعت اي داتا اي داتا تقريبا بتتشفر هتستخدم سيمتريك انكريبشن الجوريزم اللي هو نفس المفتاح اللي اتشفر هو نفس المفتاح اللي بيكون. طب وده يعني ما بتستخدموش ليه؟ عشان ده سلو بطيء بينما ده كوايت fast warp speed. واو يعني انا ببعت داتا مش عايز حضرتك عشان تشفر لي الداتا دي وتعملها انك تقعد ربع ساعه تبعت لي مثلا ملف 1 ميجا مثلا ما ينفعش. فانا عايز اكشولي ان دايما تبقى الحاجه عندي fast مش عايزها تبقى slow. يعني ده معمول اقول لك على difficult computational algorithms صعب ومعقد ان هو يتعمل غير انه طبعا اذا كنا بنتكلم في هنا ده مش كود الاجهزه ولا السوفت وير بيسبورته خالص لان يعني هو طبعا اعقد واكبر بكتير هو الاسيمتريك ده. اكبر دي ممكن تبان لك هنا ان النورمال كي رينج في السيمتريك من 80 بت حتى 256 بت. النورمال كي رينج في الاسيمتريك من 512 ل 4096 ويقدر يوصل لغايه مش عارف 32004 يعني بيت مش بس مش 4000 ده هو اللي انا بقول لك النورمال تمام اليوجوال زي ما هو بيقول. فبص اقل حاجه هنا 80 اقل حاجه 500 اقل حاجه هنا 256 هنا اكبر حاجه 4096 ده حجم المفتاح. مش كنا لسه بنتكلم شويه حجم المفتاح خلي بالك لازم تبقى عريس في حجم المفتاح اللي هتعمل بيه وده مفتاح بستخدمه في التشفير فاهمين الفكره مش في اللي هو الهاش. فاذا ده المفتاح بتاعي اصغر بكتير ودوت سريع جدا فده اللي بعمل بيه الداتا. اما ده اللي هو كبير المفتاح وبطيء خالص الراجل عندي بالنسبه لي مش ببعت بيه الداتا امال ببعت بيه ايه؟ المفتاح. يعني يعني انا عايز ابعت كميه داتا هنا رهيبه والداتا دي هشفرها بمفتاح ظريف خالص كده خليها باللون الازرق 128 بت كي والكي ده هيبقى اي اي اس اللي هو محتاج 149 تريليون ثانيه. يبقى عملت مفتاح انا 128 بت 128 صفر واحد اي اس وهو ده اللي هشفر بيه الداتا بتاعتي وابعتها لك وابعتها لك وابعتها لك بي بي ان او غير بي بي ان.
ايميل مثلا نبعت ايميل مشروع. الفكره انت عشان تكسر التشفير دوت او مش تكسره تفك التشفير دوت بس تكسر حاجات او تفك التشفير محتاج نفس المفتاح. ده معنى سيمتري نفس المفتاح اللي بتشفر هو نفس المفتاح اللي بتفك. ابعت لك المفتاح ازاي بالاسيمتريك انكريبشن الجوريثم تمام. يبقى هنا انت بتاخد الداتا وتشفرها بالمفتاح اللي هو 128 بت دوت اللي هو الاي اس. هنا اكشلي انا باخد المفتاح دوت يعني ده المفتاح بتاعي اللي هو الاي اس ده المفتاح نفسه وهشفره باستخدام الالجوريزم بتاعي الاسيمتريك انكريبشن. ليه طب ما نبعتش الداتا بدا يعني مطير طويل مش هينفع تبعت الداتا يبقى هنبعت دي حاجه صغيره خالص يعني مسج مسجين فاهمين الفكره مسجات صغيره خالص وجواها داتا صغيره خالص. انا هنا مش يعني هشفر ايه 128 هشفر ايه 128. فالمثال اللي كنت دايما بحكيه لكم اللي هو ايام السي سي ان اي هنقوله تاني. انا عايز ابعت لك حاجه ايه مهمه جدا عايز ابعت لك حاجه مهمه جدا فهشفرها بالطريقه اللي هي السيمتريك انكريبشن الجوريزم. فزي ما قلنا في الحياه العمليه معناها ان انا ايه عايز ابعت لك حاجه خطيره فجاي مثلا بعتها لك شنطه والشنطه دي بتتفتح بكود سر مش اللي هم الثلاث اكواد دول لا شنطه كده كبيره فيها شاشه ال سي دي وبتتفتح بايه بكود سر حلو كده وبصمه صباع كمان يلا. فانت بصمه صباعك ماشي متسجله حاططها انا اوريدي لكن الكود سري دوت انا عايز ابعته لك ابعته لك ازاي الشنطه مقفوله وانت وصلتك الشنطه واستلمتها وما معكش الكود السري دوت اللي هو مفتاح فك التشفير اعمل ايه انا؟ اقوم جاي مكلمك في التليفون اقول لك ايه هناخد مثلا ايه محمود اقول لك يا محمود ابعت لي عندك صندوق اشتري صندوق مقفول بجد وابعته لي مفتوح ما تبعتوش مقفول ابعته لي فاضي مش اي حاجه خالص ابعت لي صندوق فاضي مفتوح مش مقفول خلي القفل معاك انت تمام؟ وصل لي الصندوق دوت حاجه مفتوحه محدش لعمره هيسرقها ولا هيبص فيها هيلاقي فيها ايه ولا حاجه. بعد ما يوصل لي الصندوق دوت هقوم جاي حاطط انا جواه ايه؟ المفتاح السري بتاع الشنطه اللي بالبصمه والمفتاح اللي محتاجه مفتاح شنطتها اللي انا بعتها محمود. هحط المفتاح السري دوت انا اللي عارفه وانا اللي كاتبه المفتاح السري ده هحطه جوه الشنطه واقفلها ومجرد ما قفلتها هو بعتها لي مفتوحه بس مجرد ما قفلتها انا نفسي ما اقدرش افتحها. هو محمود بعت لي شنطه مفتوحه بس بتتقفل في الاخر بعد ما بقفلها ما اقدرش افتحها. ليه؟ معيش المفتاح بتاعها. مين الوحيد اللي معاه المفتاح بتاعها في العالم كله؟ محمود. تمام؟ يبقى انا كده قدرت ابعت المفتاح بتاعي ولا لا؟ قدرت ابعت. بعد كده خلاص الحكايه دي بتحصل في الاول بس، ليه في الاول؟ مفتوح محمود بقى معاه المفتاح ولا لا؟ حلو، وانا معايا المفتاح ولا لا؟ محمود عايز يبعت لي حاجه هيحطها في الشنطه ويبعتها لي افتحها. انا عايز ابعت له حاجه نفس الشنطه، فاهمين الفكره؟ رايحه جايه ما بيننا الشنطه خلاص انا معايا المفتاح وهو معايا المفتاح. بس زي ما قلنا المفروض بقى عشان خاطر الامان نعمل ايه؟ كل فتره نغير المفتاح. احنا بني ادمين ممكن كل اسبوع ولا حاجه ما دام في شنط رايحه جايه كده غالبا فيها مخدرات ولا حاجه تمام هنغير ايه؟ المفتاح بتاع الشنطه. اوكي؟ هنوضح الفكره دي اكتر واكتر. بقول لك احنا بنشوفها انا بشرحها بشنط ومفاتيح ومش عارف ايه هنشوف ازاي ده بيحصل في الراوتر بالظبط ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. ده السيمتريك انكريبشن وهو شغال ان اكشن يعني 1000 دولار اتشفرت بمفتاح طلعت كده هيروغليفي حلو معاك المفتاح هتفك التشفير تطلع 1000 دولار دي الفكره كلها بس المفتاح ده هو نفس المفتاح ده فلازم يقول عليه بري شيرد كي يعني قبل ما انا ابعت لك الداتا عملنا شير للمفتاح ده زمان كنت تبعته لي بالتليفون او تبعته لي فاكس او تبعته لي بريد المفتاح ده قبل اللي هو الطريقه الثانيه الغريبه اللي هي اسمها الاسيمتري دي الطريقه الغريبه الثانيه اللي هي اسمها الاسيمتري 1000 دولار شفرها بالمفتاح الاخضر عشان افكها لازم معايا المفتاح الاصفر يا راجل اه اللي هو مش الاخضر لا ما. اللي معاه الاخضر بس هيشفر لكن ما يقدرش يفك التشفير بنفس المفتاح اللي شفر بيه ازاي الماجيك ده بيحصل ماتيماتكس صدقني ما عنديش اي فكره اساله عبد الله لا ما دي صعبه قوي دي ليفل اللي هو اعتقد يعني بدايه الماسترز والبي اتش دي كده في الماتيماتكس اوكي ان في معادله رياضيه بتتعمل بطريقه معينه اوكي عشان خاطر المفتاح ده لو شفرت بيه حاجه اخوه المفتاح الثاني اللي يفك بيها التشفير يبقى لو انا معايا المفتاح ده والمفتاح ده لهم علاقه ببعض بمعنى اخر يعني في شخص معين هنقول عليه ام بدل ما نديله اسم هيعمل مفتاحين مفتاح يعني ده المفتاح الاولاني وده المفتاح الثاني
هيعملهم ازاي بمعادله رياضيه الفكره هتعمل معادله دي تقول طلع لي المعادله دي ديت النتيجه النتيجه هتبقى ايه مفتاحين واحد منهم بنسميه البابليك كي بي يو بي كده باب اتصل بابليك واحد منهم هنسميه البرايفت كي مثلا اوكي مش مهم مين هو مين يعني دي بابليك كي في برايفت الفكره في الرياضيات خلصت العمليه كده عملت لك معادله هتطلع لك المفتاحين دول اعمل بيهم ايه بقى الرياضيات بتقول لك بص المفتاحين دول لو مسكت واحد منهم وشفرت بيه حاجه اللي يفكها تاني اني واحد اي واحد يعني لو خدت البرايفت وشفرت بيه مين اللي يفكه البابليك ولو خدت البابليك وشفرت بيه مين اللي يفكه البرايفت هي دي الفكره في علاقه غريبه ما بين المفتاحين دول بحيث ان ده يشفر التاني يفك بالعكس ده يشفر التاني يفك بس دي الفكره كلها اوكي طب بتشتغل ازاي دي برضه يعني بنطبقها ازاي ولا بنعمل عليها دي الحاجه والقصه بتاعتها بتشتغل ازاي هنشوف بالتفصيل الاول السيمتريك انكريبشن لان هو يعني اسهل بكتير وما فيهوش اي تعقيد وادي بعض انواع ده هم كتير قوي ديز تريبل ديز اي اس سي ال ار سي سيريس نمبر ار سي 2 4 5 6 7 8 هذا الشكل دي بعض الانواع اللي هنبص عليها وهنلقي عليها اللي نظره دلوقتي الاول بيقول لك ان في نوعين اساسيين او طريقين للتسليم اساسيين في التشفير في السيمتريك البلوك والستريم البلوك ده ان هو باخد الداتا بتاعتك واقطعها بلوكات زي ما شايفين هنا الراجل ده ام دي 5 ديز ب 64 بت 64 بت فاهمين الفكره؟ انت هتدي فايل 1000 بايت هاخده اقطعه حتت 64 بت واشفر كل حته ايه؟ لوحدها. اما ده ستريم سايفر بانكربشن از 1 بت ماليش دعوه مش هقطعهم يعني فاهمين مش هعمل حاجه خدهم كستريم كده كسلسله ورا بعضها اشفر دي المسج تمام؟ وستيب طبعا اي واحد بيستخدم انا ايه؟ ما تفرقش معايا. اول واحد هنشوفه هو ديز صديقنا القديم جدا بص كده انا قلت حاجه 80 طلع 76 يعني اتعمل كستاندرد سنه 76 زي ما قلنا اي بي ام اللي كانت داخله بيه يعني. اختصار طبعا لداتا انكربشن ستاندرد اختصار للديس والمفتاح بتاعه كان 56 بت اوكي رغم ان هو اكشلي 48 يعني هو 56 بت بس اللي اكشلي بستخدمه في التشفير 48 مش هيفرق 48 56 اتكسر اوكي بيقول لك في ماشين مخصوصه اتعملت اسمها الكوبا كابانا ماشين بتقدر تكسره في 6.4 دقيقة دي حاجه قديمه تحت اسمها الكوبا كابانا ماشين النهارده زي ما قلنا الكمبيوتر بيقدر يكسره تقريبا افريج 22 ساعه يقدر يكسر لو الكمبيوتر اقوى تقدر تكسر اسرع بعد كده عملوا صديقنا تريبل ديز تريبل ديز يعني ثلاثه ديز عامل ايه يعني بدل ما مفتاح كانوا واحد ديز بقوا ثلاثه ديز اوكي وبالتالي الوقت اللي انت تكسره بقى 4.6 بليون ييرز وذ كارنت تكنولوجي طب حلو قوي جميل جدا فعلا جميل جدا وما زال النهارده ناس كتير بتستخدمه اتس اوكي هو سكيور هو امن بس الاحسن منه اي اس يعني الفكره في فرق لما تلاقي واحد احسن مش بس احسن ده اسرع تمام اكشلي تريبل ديز بطيء اي اس اسرع بطيء طب ازاي تريبل ديز بيشتغل سريعا كده عشان ما تفتكرش ان هو بياخد الداتا يشفرها مره واثنين وثلاثه لا هو معاه ثلاث مفاتيح عشان كده سميناه تريبل ديز في كام مفتاح تشفير ثلاثه كل واحد اللي هو بالحجم القديم يعني اللي هو المفروض 56 بات اللي بيحصل دلوقتي ادي التكست بتاعي بمسكه اشفره بالمفتاح الاولاني طبعا طلع لك ايه يعني بعد ما شفرته طلع لك هناك حاجات غريبه هيروغليفي مش مفهومه كده صح تاخد الهيروغليفي ده تفك التشفير بتاعها بمفتاح تاني فهيطلع لك برضه هيروغليفي خلي بالك لو كنت فكيت التشفير بمفتاح الاولاني هترجع لاصلها لكن انا فكيت التشفير بمفتاح غلط هيطلع ايه حاجه غريبه او جاي الحاجه الغريبه دي اشفرها بمفتاح التالت فانا شفرت فكيت تشفير شفرت بثلاث مفاتيح مختلفه كده طلع لي السايفر تكست المستحيل الكسر لما يوصل لبوب هو بيعمل ايه؟ المفتاح الاولاني لا ببتدي بالايه؟ الثالث خلي فاهمين الفكره؟ اخر واحد شفرت بيه كان الثالث فاخد الثالث ده اعمل بيه ايه؟ اذا يعني مش محتاج احفظ الكلام ده هنا شفرت بيه بعمل هنا بيه ايه؟ الكريبت المفتاح الغريب ده اللي كنت فكيت بيه تشفير في النص هعمل بيه انا هنا اشفر واخيرا اخر واحد هفك التشفير طبعا تحس انها غريبه جدا انا عارف لكن ما تقلقش مش مطلوب منك انك تفهم التفاصيل هو بس حطيتها هنا كايه اديشنال كده يعني معلومه تفهم التريبل ديز بيشتغل ازاي لكن اخيرا وليس اخيرا صديقنا اي اس اللي هو الاوفيشال ستاندرد سينس 2001 سيمتريك الجوريزم عنده ثلاث انواع مختلفه 128 بت كي 192 كي 256 بت كي هاي 149 تريليون سنه عشان تكسر اصغر واحد خلي بالك يعني 149 تريليون سنه دي عشان تصغر تكسر مين اللي هو 128 بت واستخدامه للريسورس قليل فسريع جدا وما بيتعبش السي بي يوز يعني بتاعتنا وبيقول لك انا مثلا جايب لك الكلمه بتاعتنا ح
حط الباسورد ده المفتاح يعني سيكريت كي شفرها طلعت كده تمام بهذا الشكل ديكريبتد بغير المفتاح يعني انا عايز اقول لك ان هو المفتاح ده يعني ده الاصلي غير المفتاح بدل كابيتال خلاه سمول بص طلعت متشفره ازاي هو بس عكس البتاع بتاعها يعني تمام فلو غيرت اي حاجه ما عمرك ما تعرف تفك الايه الحاجه بتاعته لما تعمل ده اللي هو البرنامج اللي هو المال وير اللي اسمه رانسوم وير بيشفر للاسف باستخدام اي اس معظم الوقت طبعا ممكن لازم تشتري منه المفتاح عشان تعرف هو بيبعت لك المفتاح طبعا دي كارثه بتاعت الرانسوم وير فكان في طرق اللي هي تلافي ذلك قبل ما يحصل اوكي بعد ما بيحصل معظم الرانسوم وير ملوش حل غير انك تدفع فلوس او تخلص او ترجع لباك اب او بعضهم كاسبر سكاي وصل لطريقه ان هو يتلافاه بسبب هم اللي عاملين حاجه غبيه يعني هو مش بيكسب بالظبط سجل المفتاح مش عارف ايه لكن هو لو معاه المفتاح انا معيش المفتاح 149 تريليون سنه. بس انا عندي سؤال هو ايه اللي يخليه يجيب المفتاح وعنده يعني الفكره ان هو الفكره مش الفكره ان هو كلها ان هو يعني ايه انت لا يوجد قدامك يعني اختيارات يعني مفيش قدامك اختيارات هو بيحطك في الموقف دوت ولا ممكن طب انا هستفاد ايه يعني الموضوع مش موضوع ضمير هو عايز فلوس اوكي فهيستفاد ايه فهو بيقدر هو الناس اللي بتعمل كده بتبقى الناس فاهمه كويس جدا فلما هيتارجت عبد الله هو عارف الاول خلفيه عبد الله لما يتارجت محمود عارف خلفيه محمود يعني تارجت محمد فاهم الفكره ازاي فلما تارجت مثلا شركه صغيره زي المؤسسه عندنا هنا واعمل الكلام دوت ادفعوا 5000 جنيه لكن لما هتارجت مثلا فودافون اوكي واعمل كده فيهم مش هاخد 5000 جنيه يعني هو موضوع بقى موضوع مكسب كان في حالات دفعت طبعا مش كل الاطراف في حالات دفعت وخدت اكتر ادفع اكتر انا بقول كده انا بقول كده ده موجود وده ده بقى مش دخلنا في لا دخلنا في الهاكينج ولا في التشفير احنا دخلنا كده في السايكولوجي تمام كل واحد ايه ندرس علم نفس كده ونرجع نقول اللي المفروض هيحصل ايه طيب انا واقف هنا عند الحته دي زي ما انا النهارده هنكتفي بهذا ايه القدر ونكمل لسه بقيه الكلام مش فاضل كتير يعني الحته الغريبه لسه ما جاتش اللي هي بتاعه الايسيمتريك اوكي والديجيتال سيرتيفيكت هتبقى بكره ان شاء الله